جدي اكتر نيجيري. نعم الجدي اكتر نيجيري، لان هم اتكلموا مع كابتن سمير واتكلموا مع الباشمهندس هاني ابو ريده، وما زال النهارده لغايه النهارده انا قريت النهارده ان هم ضموا مدرب اللي هو بتاع ايطاليا بتاع اليوفنتوس من ضمن القائمه او الاربعه المرشحين لتدريب منتخب نيجيريا في المونديال، منهم انا طبعا وهيدنك وبرونو ميتسو والمدرب الايطالي ده عايز افتكر. هل دي فرصه كانت ليك يا كابتن حسن؟ بص احنا لو اتكلمنا